توفيق جبالي المخرج المسرحي الممثل ومؤسس ومدير فضاء تياترو زادة، مرحبا بك. بيك بخير. في فترة احنا توا رمضان، رمضان تلفز خدامة، المسارح واقفة تقريبا تماما. ما بين رمضان والكوفيد توا عنده عام والمسارح تسكر شهر وتحل جمعة وتسكر شهرين وتحل جمعتين. شنو تقييمك المجال اللي قعد المسرح؟ تقييمي ساعة كيف تاخذها بالجمع تقول المسارح مسكرة، هي المسارح 90% منهم مسكرين طبيعي، يعني خارج الكوفيد او داخل الكوفيد، ولا سيما المسارح اللي مفروض هي عندها الحصانة او تحل، لان هي مسارح وفضاءات ثقافية عمومية تنجم تحل، تنجم تحل. خلينا من خارج هل ترى مسموح صحيا ولا. اذا بعض المسارح اللي هي مضرة من الوضع الصحي هي قليلة، يعني بالنسبة قليلة، هي خاصة الفضاءات الخاصة اللي هي ثم اللي نجم يقاوم ولقى حلول جانبية. تو كيما اذا كنت كلمتني على التياترو مثلا، التكوين يعني خالق نوع من الحل الجانبي اللي هو مش هو الحل الأمثل، ولكن في نهاية الأمر مازلنا متواصلين. بطبيعة تسكير مسرح تسمى نكبة، وعلى كل حال اش تحب نقول لك، حتى بالنسبة للي صار كوعود لنوع من التعويض ترى ما وقعش، أولا بصفة علمية مدروسة، وثانيا ما وقعش بصفة اللي هي تحمي، مش صحيح، معناها مش صحيح. طب برشا نحكيش نحكي على التياتر، بطبيعة الحال حتى هو متضرر بصفة مباشرة، ولكن شحال نعمل على المستوى، لأنه فضاء التياترو كما هو متواصل في مسيرته ما تضر حد بالنسبة للعاملين فيه، معناها ما تضر حد من هالوضع هذا، معناها أمورهم معناها مؤمنة. نفس الوقت فمش استقرار سياسي، مش وزارة الثقافة حتى يكون عندها حاجة تشبه البرنامج، ما فما وزير ما حبش يصحح عليه رئيس الجمهورية، فما حكومة كاملة فيها معناها مقاعد شاغرة تنجم تقول الانتريم خدام، وفما وزارة معناها شوف قلك خدام هذا كل تو في هذا الكل، واللي احنا الناس كل متفقين على الوضع هذا الكل كشعارات، ولكن في صميم الموضوع عمره ما كانت عندنا دولة مستقرة ودولة عندها كلمة وعندها رأي وعندها نفوذ من قبل. هذا ما عندكش انت مفاوض تقول انت، حتى في رجال الاعمال تقول انت مثلا انا بلاد مشهوره بالرشوه، بلد نعرف الطرف اللي مش ياخذ رشوته ونمشي نخدم على روحي. من قبل في الوطن نتاعنا الكل نفتخر به الناس كل، ما عندكش مفاوض مباشر حتى نجوش الرشوه. شكون ياخذ رشوه بالذات؟ ما هو هذاك، وما تقولك شويه هذاك انت اعطيته، يعني حتى سيستم الرشوه نتاعنا ما عندوش هيئه ثابته قاره باش نتفاوضوا معاه، فما بالك انه تقول لي قرار سياسي، انا قرار سياسي. عندنا التعدديه في الرشوه. في وزاره الثقافه عندك مجموعه من القوانين والاجراءات والقرارات يسير بها العمل منذ 50 سنة، هي نفسها. ما تبدلتش؟ ما تبدلتش، هي نفسها. او بون فولوار دو معناتها كيفاش نقولها دو لو في دو برانس، اعطيه سره يا مولاي، اعطيه سره يا مولاي، وهذا كله قائم الذات الى يوم الغدوه. ولذا تقول انت ثم وزير ما ثماش وزير، ثم مدير، نفس الشيء راه ما تبدل حتى شيء. يعني الامكان الاشياء المتاحه متاحه بنفس الخلل ونفس الايجابيه ولا نفس السلبيه ولا ما نعرف. الفوضى هذه الفوضى الموجودة توا بالدولة ولا بلاش؟ كأنك جيت تقول الخلاقة واستطرت. لا ما عرفت نقول حاجة ما هي استعملتها، ما نحبش نعاودها. الفوضى هذه بالدولة ولا بلاش؟ ثم حصانة ضد، احنا عندنا الحصانة ضد الفوضى. توا تكونت لنا بالبدن مو عمال تخرب تخرب تخرب. عنده حصانة ما عادش يمرض في ساعة. كما كل عام كيفية؟ تكتب افتتاحية للموسم الفني في التياترو.
نقراها الافتتاحية هذه القصيرة. ساس من الرأس، أما ونحن في شبه موطن وبلد فإنه تعترينا رعشة لا شرقية ولا غربية، تلفنا بغشاوة من الارتباك، يتوه عندنا العد في أي موسم فني نحن أو صدد. هل هي سنة الجمر أم سنة العمر أم سنة النهي والأمر؟ إنه لتشابه في الأشخاص وانتحال للصفات، فلا التعهر من العهر ولا التعفف من الطهر. إنها الأكاذيب الملقاة على قارعة الحقيقة، تلفها الضوضاء ويزنها العفن ويزينها العفن. يعم الخلط بين الأناس والأجناس ويحتبس الإحساس، فبأي أساس نعد لزمن لم يحن بعد ونجعل من التيه رغبة ودليلا؟ أنا قلت هذا. أنت قلت هذا بيا الى اي مدى راح منسجم مع اللي قلته لنا توا اننا كلنا نفتخر بالعلم؟ قال سي بشير بن سلامه وقت كان وزير الثقافه، قلت لي هالقتامه علاش اعمالكم فيها كلها قتامه؟ هذا كله قتامه عليه هذا، ومع ذلك فنحن مستعدون للسخريه، مستعدون، ولكن هيا هات هات نسخروا، لانه في جي سوي يجي انه السخرية ما عادش ما لايقة اليوم. اليوم باش تقعد تبيع وتشري في الامور غير لايقة اليوم. السخرية الروح الفكاهة والاشياء هذه يظهر يتحشم ولات. علاش؟ نحن هو فرد مادة، ولكن اليوم الوضع ينجم يكون التربة بتاعه المأساوية اليوم أهم في التعبير عليها، أهم من السخرية. لأن السخرية في حد ذاتها ساعات تخلق مساحة بتاع اطمئنان. يعني اليوم كي تشوف الفكاهيات في التلفزة تقول هذوما ناس يغطيوا في الأمور بالمغشوش. بالمغشوش كيفاش؟ ثم أعمال اليوم تدعي الفكاهة، تدعي الفكاهة، ولكن منين يجبدوا في الفكاهة هذه؟ من الأشياء اللي هي مش مستهلكة، اللي الناس الكل متفقين عليها. متفقين اليوم باش تنقل لي يعني الضحكة توافقية متفقين عليها الناس كلها، متفقين كيما شنو الحاجات المخبي وراء هذاك؟ ما عرفتش كان نقول في أشياء مجهولة ولا غير معلومة. ديما نستحضر فكرة أنه المادة اللي باش تستعملها اللي هي إذا كان ما هيش ما تزلفكش، ما هيش مربوطة بالعمق التراجيدي بتاعها، ما عادش تولي نافعة، ما عادش تولي تحرك المشاعر ولا تهزك الأمكنة أخرى مقصية، تولي هاوكا تعديت وقتك هاو. احنا نقول دزين بيدق. شنو الحدود ما بين الجانب هذايا اللي ينجم يتطلع؟ اذا ما ثماش جانب مأساوي في الفكاهة يولي كله زبد محلية، معناتها شوية كلام دقة نحنك. معناها لومور نوار وي نو لي با؟ لو؟ لومور نوار. لا با فورسيمون نوار، لومور الوان 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 الوان. لومور انودور ان كولور هذيك اللي هي بالعكس بالعكس. علاش؟ انت قلت ديما لازم هو الامور هو الامور علاش تو كنا نحكيو في مجال هذا؟ هو يسهل لك الاكسي على اوتراجيك. هذا هو سينون كان مش سهل لك الاكسي هات ولعة. ما قامش بواجبه. معناها خلي التنكيت الشارعي هذاك متاح لل علاش كي تقول الشارعي كأنها طبقة الدنيا؟ لا لا استهلاك، خاطر نحكي استهلاك. الشارع باش يقعد ينتج، هو حتى في متسمية مصر على النكتة الشعبية، ولكن النكتة الشعبية سي ان سيستيم سي او نيفو دو زعما كي تقول انت لا ديريزيون يعني فهمت كيفاش انت تقصد؟ هذيك تولي ميكانيزم. مصريين انت كان تعاشر المصريين ما همش أصحاب نكتة كما يدعى عنهم، ولكن هم عندهم ميكانيزم ينتج النكت ويتناسلوا النكت بتاعهم. فهمتني؟ في تونس ما عندناش؟
قلت لك عطوه في تونس عن الدك عن التفسيخ عن شو يقولوا هما لا استنى البلادي لا مش كلمة مش ما تدلش كعب كعب مقعير مش مقعير تحصلوا في الزون هذيك في الزون هذيك اللي هي فيها مس بالكرامة بتاع الشخص فهمتني مش بكرامة ال يعني مش المسألة متعلقة بالحياة والقيم الإنسانية لا مس بكرامة الشخص اللي قدامك كان أعور كان أحول كان قصير كان طويل كان سمين كان مسمر كان مؤبد كان عنده بلوطة كان شعره طويل هذيك احنا نعرفك شيء هذاك شنو هي الحدود ما بين هذاك اللي تحكي عليه هذاك خلينا نسميوه التمقعير ومشتقاته نسميوه ولا التمقعير ولا ايه والكوميديا الساخرة ولا السخرية السوداء هذيك ما هو انت وقيمتك في القيم بتاعك في قيمة الحياة عندك شنية هكا ولا كيف اشترى ما نعرفش انا قال اش قال شو اسمه جيسكار مش جيسكار ديستان اللي قال صح عليكم انتم شعب متهني تاكلوا وشراك إذا كان المجتمع عايش بشكل ويشرب ونسل بو ما عندوش طموح كبير في الدنيا هذه معناها دونك التساؤل وش معناتها توا الحكاية هذه وإحنا نقوله توا ترى ثم روحانيات في الحياة ولا ما ثماش والروحانيات شنية هي التساؤل الكبير معناها التساؤل الكبير المجهول المجهول هو اللي يحرك المشاعر والشعر والنثر الحياة والاختراعات اختراعات يا كيفاش مريت شيء انتريسون في التلفزة حتى شيء يهمك ولا علاش شيء يظهر لك علاش لازمني نكون انا مستهلك ولازم نعطي راي ما عنديش راي كيما تقول لي شنو رايك في السفرجل موجود السفرجل تقول لي شنو رايك في خبز مبسس انا خبز مبسس علاش تحب نعطي راي في خبز مبسس انا مره حطيت عشر مباج حطيت شير مباج فيسبوك راهو فلا لونكل فانيا سير تلشين سير ارتي باك باش تشوفوها الناس اللي مهتمين بعد واحد قال لي دونك ماكش تشوف المسلسلات اخي انت والله ما انت ماكش فخور بالمسلسلات مش لا فخور بالوطن فخور بالمسلسلات فخور انا كي نرى ممثلين نحبهم فخور فخور خاطر ما هما راه فيهم يمارسوا في الشيء اللي يحبوا يمارسوه تبقى الميزان بتاعي مش ميزانهم هذيك المسألة تخصني انا من غير ما فما زعمة لا متعالية على شو ما هذوما مش كيما المسرح كل حاجة في إنائها كل حاجة في المرتبة بتاعها المسرح ينجم يسمح لنفسه باتخاذ مسالك غير المسالك انت مجبور عليك في التلفزة باش انا سالت واحد من المؤلفين بتاع المسلسلات هذه صديقي قلت له ما نسميهش قلت له ما حسيتش كانوا انت كتبت حوار قال لي يا شويه كيفاش شويه هكا ثم شويه اسهاب ثم شويه ضحك مفتعل ثم شويه ثرثره ما كلام الحوار مش مدروس ما كلام فارغ معناها كيفاش فسر لي قال لي بالضبط قال لي كان احنا هذاك المقصود براسي لارج باش نربحوا اكبر عدد من الجمهور باش العام الجاي نبداو عاده في التركيز سي ان ارغومون خاطر هي مصيده هي مصيده انتوا فتحت الغادي يلزمك تجاوب يلزمك تجاوب تنزل الفلس هذوكم سينو سان لو باس با يعني حتى القضايا الماساويه اللي يعالجوا فيها توا سنا سنا مدام ثم الجانب كيفاش نقولوها مش الجانب الخفي ما تقالش اللي وراها اللي وراها شيء هذاك اي تلزا قادره تسترد في الاحداث الجانب الخفي هذاك معلش قلت لك انت وانت وانت والناس وين يحبوا يمشيوا انت فهمت وين المجتمع وين يحكي لك على التلفزه كمحمل اليوم ما هو المحمل التلفزه تجاوب المحمول ولا المتحمل او جاوب المتلقي هي المتلقي يقول ثم دي يقول لا هذه ما تجيش في التلفزه يقول لك في رمضان تو معقول في رمضان لا خلينا ننزل على الفلس تاع رمضان هو ثم استعداء ثم امه
تنتج. كان في موسم مثلا تصور انت اوروبا ما ينتجوا كان في نويل. هو فما البرودكسيون تاع نويل اللي خاصين بنويل، اما فما انتاجات اخرى. الالمان ما يعملوا مسلسلات وسينما كان في نويل، وبداوا الناس الالمان الكل يستناو ببريشت نتاعهم كذا يتفرجوا في المسلسل ويقولوا من بعد اش قولك برشت في المسلسل نتاع نويل. انا قلت لك اش قولك، خلينا نرجعوا لاش قولك. اش قولك خاطر السنه تم اقتباس البعض من نصوصك. لا مش اقتباس، مش اقتباس مسلسل. سالني يا سي عبد الحميد بوشناق اللي هو نحكيو على كان يا ما كانش. اي قال لي نجمش نعمل اوماج، قلت له فضل خذ راحتك، ما ثم حتى اقتباس. شفت اللقطه ما عنديش اقتباس، مش مشكله. معناها تراها ان اوماج هكا ما يرتقيش. هو الاقتباس مش مساله رقي. لا 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 مش مساله رقي. هو خذا لقطه ووظفها كما هو حر فيها، ما عنديش مشكله. باهي. عبد الحميد بوشناق من الناس من الممثلين اللي تكونوا عندك، نذكروا انه فما تياترو ستوديو ونفتخر بيه وثلاثه. اي فهمتني، برشا واكثر من ثلاثه، برشا ممثلين في مسلسلات رمضان السنه. معناها بعد 18 سنه تجربه من تياترو ستوديو. تياترو ستوديو ولا مؤسسه قائمه الذات في معناها تخريج ممثلين يكونوا حاضرين في المسلسلات الرمضانيه. هذه الثنيه اللي تصورتها وحبيت عليها للممثلين اللي حرار عندهم التياترو ستوديو. قلت لك لا ما عندي حتى حرار ولا مرتبطين. قلت لك هل هذا انتظارك كان من التياترو ستوديو كي بديت التجربه عام 2003؟ ما عندي حتى وصايه ساعه على الناس اللي تعداوا. قلت اذا تعداوا على التياترو ستوديو هما بالمئات، 600 700 800 لمده 15 سنه. ما حكيتش على وصايه سي توفيق. لا لا نحكي على انتظار. اليوم الناس اللي هما مشاو للقنوات هذيك 20 30 40 ثم 100 اخرين موجودين في المسرح، ما عندهمش طموح ان يمشوا للفضاء هذاك. متى يعني متفاهمين في التشخيص على عدد المتخرجين هما احرار. انتظاراتك انت يعني كي بديت المشروع هذا، خاطر نلقاوك زاد تكتب معناها في تقديمك للتياترو ستوديو، هو فما نص ياسر حلو. اذا كنت تريد ان فلا تاتي وتريد الشهره فلا تاتي. شكون هم اللي ما يسمهمش يجيو للتياترو ستوديو؟ سيب ليزير هذوما لا سميهم. لا سميهم الكل، خاطر انت في النص نتاعك اللي ما يحب الشهره واللي يحب يصير يلقى شخصيته واللي يحب ينحي ستريس واللي يحب يعمل جيمناستيك شويه يحب يعمل كيما يعملوا في التلفزه. فوالا اي بون علاش قلت لك انا تو هما علاش تعلن القطيعه هذيا مع اللي يعملوه في التلفزه من اللي انسان يبدا باش يحط سيقه في التياترو ستوديو؟ اللي لا هذاك اللي يدخل للتياترو ستوديو، اللي يخرج من التياترو ستوديو هو حر عاد يتصرف في موهبته. نحكي لك على القطيعه مع التلفزه وقت اللي تحط سيقك من الاول في التياترو ستوديو. شكون علاش تطلب منهم انهم يكونوا في قطيعه مع التلفزه من اللي يحطوا سيف؟ عمري ما قلت التلفزه، انا قلت التلفزه ما قلتش. اللي يحب يولي ستار، واللي يحب يولي ما عينه عنده طموح يمشي يتكون في جهه اخرى. ما قلتش ما يعملش كارير من غير ما تحاججني بالمكتوب بنصك من غير ما تحاججني. اللي يحب يعمل كارير سهل اختفى. ليش اختفى؟ تو لو كان ثم امكانيه باش واحد يعمل كارير يولي نجم. ما تنجمش تولي نجم هوني في النجم في مصر. نجم المجتمع الكل عنده القابليه باش ياسس للنجوميه. المجتمع هذا لا بالسيارات وبالطيارات وبالمراكب وبالقصورات وبال الى سيم حتى المزمر في الرتبه في مصر الى سيم كانه عنده نجم. هناك يبدلش عنده بسكليت، هذاك عنده بسكليت، مالك كان حبيت مو يعني احنا الرقي مهما كان نوعه. الرقي في هوني في الوطن اللي كنا نفتخر به علامه من علامات الاستهتار والاستهداف. تقول انت زاد، مش انت تقول على لسان مارسيل بانيول، تقولها فورمي سي ساكريفي سا بروبر غلوار ا سيل دي زوتر. معقول العقول صحيح. vous avez sacrifié votre gloire à celle des autres. مانيش وحدي انا اولا ساعة في التكوين بالطبيعة، تو 15 واحد تقريبا ولا اكثر. ياخو وقت اذا كان انت تستثيق في الموضوع وتامن اللي ثم كمان. هو شنو التكوين في حد ذاته؟ قنواته، ما الناس كل نجم يكونوا. الناس كلهم داير الحوانت كل تو برشا حوانت تاع تكوين حوانت
حوانتي هي هو احنا في مجتمع البراوت علاش تعتبر تعليقتهم بالحوانتي بالتكوين استهلاكية في الاغلب نصب نصبك احنا احنا دوله شنو اللي فرق بين النصب احنا دوله القناطريه ونصب مش هكا شنو اللي فرق بين النصب والمؤسسه مؤسسه ثم عدم ثم ضوابط ثم سافوار فير ثم هكا ولا باش انت المؤسسه تو كما نقولوا انا شفت بس مسلسلات برشا مصروف وبرشا فلوس وبرشا تقول انت كما واحد يعمل معمل مثلا حل معمل اراضي ويجيب ماتريال ويحل بجاب السباب مثلا وبعد يدخلوا الخدامه شو يقول لهم اللي يعرفوا هاي الاولاد تو نحب السباب بريم عندك هاي ويمشي الروح انت حل معمل ما عندكش خطه ما عندكش منتوجك ما خممتش فيه ما خممتش في تفاصيله ما تعمل على الجو التكوين مش يعطيك زاد قيم مش باش يعطيك بركه موهبة خاطر الموهبة زادة هي شنية معناتها أنت كمان نرجعوا لله أنت طموحك شنو في الدنيا إيش تحب تقول أنت كانك أنت كائن اجتماعي برك ما يكفيش هذا كانك اجتماعي هوك سياسي يوم ذكر إذا كان ماكش كائن شاعري زي بتعمل في المسرح ماكش نقابي أنت ماكش ممثل نقابي أنت ممثل واكتمال الكائن الشاعري هذا ديونيزوسي اوكي دونك كائن ديونيزوستي او لا يكون الكائن المسرحي معناها اكيد نعم ان كان كائن نقابي بقى قدامك اسرح على كيفك في المسرح دونك انت من قبل عندك الفكره هذه يعني اكثر من ديونيزوس فكره وما اشتقاته يعني طبعا فكره البيرفيرسيتي والممثل موجودة معناها راسية في التلون في التكوين اي خاطر اذا كان هو يكون متصالح مع روحه مطمئن ثم فروع اخرى في ممارسة الحياة وقتها مش لازم يمشي للفن اذا كان مثلا مش صراع فاش قام هو صراع مع المفاهيم صراع مع الواقع مع الرسمي مع المتفق عليه زعما كان يبدا عنده اكثر اطمئنان ولا اكثر فهم ما ينجمش يكون عنده قدره اكثر باش يثير الدهشه اللي انت تحكي عليها ما ينجمش لا ما ينجمش يثير الدهشه من الشك الدهشه تجي من الشك من الشكوك وما حد شيء ما هو ثابت لما كان واحد مطمئن نظم ممكن لازم يكون عنده الكتب اللي يرجع لها يقراها بالك شيء يزم يكون هو مطمئن مش نجم يثير الدهشة عن الآخرين ولا تراه الدهشة ممكن برتاج أو لتكون لي معادلة صعبة باش يكون إنسان مطمئن ويبث الفتنة لدى في الذهن في الذهن مش في المجتمع حتى المجتمع شوي ما هي الفتنة الشعرية من تياترو ستوديو اللي راوه توا في الظرف الموسي به متاع رمضان برشا مسلسلات الحديث برشا على التمثيل وعلى الفيكسيون وعلى الشيء هذا الكل انت خممت برشا واكثر من التفكير ترجمت التفكير الاعمال الفنية تفكيرك حول الممثل حول وضعية الممثل نوفارينا آخر أي نوفارينا كما قلت لك نعم من ويل للممثل ويل اللي هو ديدرو بالنسبة لي أنا عندي المرجع بالنسبة لي أنا الدليل الكود متاعي اللي هو ثور يعني هو ثور يعني هو إضاءة مهمة اللي هو كما بريشت متفتحال ديدرو قبله ولكن هذو مراجع الإنسان ينتمي لهم ما هوش باش يجي يقرا يقول سيدي هاي تو قال ستانيسلافسكي باش يحط ساقي هنا احنا مازلنا مجتمعنا مازال هذوما اللي يعملوا في المسرح داير جبتهم في المراجع نحب نتجاوزهم رابيدمون وحلو في التسميات وفي المراجع هذاك علاش حبيت نسميهم ونتجاوزهم رابيدمون معناها انت خدمت على المراجع هذوما ترجمتهم لاعمال فنيه الفكر كامل بعد حتى فما نوع من التواصل نلقاو المخرج وليد العيادي اللي هو كان تكون في التياترو ستوديو عمل زاده عمناول قم للممثل
خذا من النصوص خذا من النظرين هذا من النصوص. تو شنية ستوفيق نعرف معناها صعيب باش نلخصها في كلمتين ولا ثلاثة أما كي نحاولوا نلخصوا تفكيرك العميق في حال الممثل في وضعية الممثل. نراو الممثلين ساعات في مسرحياتك أو في أغلب الأحيان في السنين الأخيرة في على الأقل 15 سنة الأخرة اللي أنا نجم نحكي عليهم وكل ليه الممثل يتحول عبارة على محمل أو شعور ما تخدمش على الشخصيات. نلقاوش الشخصية مكتوبة بالطريقة الكلاسيكية وفما الاكسبوزيشن متاع البرسوناج والإيفوليوشن متاع البرسوناج وكل شيء وهما محامل وهما حالات شعورية. علاش تلخيص ممثل هكذا؟ هو أولا المسرح المسرح في حد ذاته بصفة مطلقة ما عادش يتحمل هذا النوع من الاقتراب الفني تكوين الشخصية أو هذه أمور انتهى دورها. علاش؟ لأنه ثم تسميها أنت محامل أخرى كما التلفزة أو السينما قاعدة تقوم بهالدور هذا ألف مرة أكثر من المسرح. قبل ما كانتش ثم سينما وكانش يمكن تكمل الشخصية وأصله والسيفي متاعه ومرض وما مرضش وخرافات فارغة هذوما هذا بكل ما عادش يسواه. أنت كي تدخل المسرحية تتفرج تحضر مسرحية باش تقول آه شوف سيدي هذا صار مرز بالحصبة وقت كان صغير شو اللي يدل على هذا يعني هالتقمص والريخ هذه كل هذه كلها خرافات لاصقة بالممثل وهي غير حقيقية. حتى تدروا في القرن الثامن عشر ولا قديش يقولها مش صحيح تكون الشخصية يقول هذه خزعبلات مش خزعبلات يا سيدي مش خزعبلات ولكن انتهى مره. هل الكتابة اللي هي كما قلت الذهنية الكتابة الذهنية اليوم هي اللي تبلغ أكثر غياب السردية التقليدية هي اللي تبلغ أكثر اليوم. أنت تدخل المسرحية تبدأ هاو عرسها وطلقها واخذها وعمل حادثها وشاء يعني ما عادش عندها مفعول على خاطر الناس باش تقارن بينها وبين الإمكانيات اللي في السينما ولا في المخيلة. دكتور هذا تطور تطور طبيعي المرحلة هذية أو من اللي فرضوا مرحلة ما بعد الحداثة اللي عندك تليفون عندك البيسي حتى من غير ما بعد حتى من غير ما نسميهم ما بعد الحداثة تطور طبيعي طبيعي ما عادش يتحمل المسرح. أن الشخصية حتى ندخل المسرحية ويحكي لي حكاية نفلت نضيع نشوف كيف هو معمول. أنت عندك مسافة من قبل على سمع البصري لكن بعض التجارب كنت هذا شو عندك مسافة على سمع البصر؟ ما عنديش مسافة وكله إناء أنت في الممارسة المسرحية وفما ديزاكسيدون في الكاريير بتاعك اللي كانوا في علاقة بالسمع البصري سينما ولا غيره؟ لا شوف كله إناء بما فيه يرجع. وقت اللي يجي فرصة ونلقى فيها نتعلم فيها معناها أي من آخر تجاربك ستوفيق زيزو مع فريد بوغدير كانت فرصة تعلمت فيها؟ في الحوار احنا نحكي على شتزني نحكي شتزني نحكي على زيزو فريد بوغدير إنسان نحبه برشا وإنسان لطيف وإنسان موهوب ولكن عنده للأسف نظرة شو اسمها هي عملية كيف نجيب الفرنساوية عملي الشيء اللي اتفق المشروع كله بزيزو الأصلي الجوهري ما صارش في الفيلم صار فيلم عنده أعطاه بعد آخر هو اللي أنا ما الحقيقة ما تضامنش معاه في الآخر. الفيلم شنو اللي ما صارش وشنو اللي صار وانت ماكش متضامن معاه؟ اللي ما صارش هو أنه الفيلم كله يعني عند الشخصية هذيك اللي هي زيزو الأحداث الكل هو ما عاشهاش بصيفته ركب في البارابول وكل شيء دونك شخصيته الخيالية حياته الخيالية ولات ما عادش عنده اتصال بالواقع. وإذا فكرة الثورة اللي صارت هي في النهاية ما صارتش خاطر هو شافها من منظار خيالي وفيها قراءة أنه الثورة ثارت ولم صارت ثم ثورة لأنه هو بنى حياة كاملة متاع منصف بي لأخيره
والشعب هما اللي هما مع الإسلاميين إتسترا هما اللي هزوا شعارات دجاج لابن علي معناها في وقت من الأوقات وهذا صاير هو دونك هالخلط هذايا والإسلاميين هما اللي وشاوا بال فما فيها العناصر هذه صحيحة مش صحيحة هذه القراءة بتاعنا الفيلم يعني الإسلاميين هما وشاوا ثم مونتي حصلوا الإجابات هذه معروفة الإسلاميين هما وشاوا بالناس اللي خرجوا للشارع اللي هما بالشعب بخبيط خلبيزة هو ردها قصة لينية ركات ترى وحب يحكي حكاية أخرى ما هذا يدل أنه السينما أطراف ومونتاج فينانسي وفلوس والهولندي يعطيك والفرنساوي يعطيك على خاطر حشته بكل الزون هذيك والألماني ماذا بيه تحكي له على بنت خالتك معناها صعيب علاش المسرح به أخوي اسمعني قيلني أنا هيك قال شو اسمه ممثل فوق زربية إلو تياتر فوق قال له المسرح تعتبره قدك الماكينة هذيك انت ماكش يا اما عندك السلطة والنفوذ عليها وعملها يا اما عندكش هما حتى في برور معناها متقدمة وحرة ترى الايما دائما كنت دخلت في الماكينة ثم قوائم ثم كرة شروط لازم تعبيه كرة شروط مش ديما يواتي الرغبة الأصيلة به عندك عامين تقريبا موجود في الإدارة الفنية الكثير من الأعمال بتاع التياترو لكن ما فماش مسرحية جديدة من إخراجك ثم طبعا في الأثناء في الأثناء أيوة شنو نحكي عن يا سيدي من هو ساعات الحاجة تولد الطلب يولد العرض العمل هكا الفعل مهرجان حمامات هكا تراءى له انه نأمنوا له عرض افتتاح عندي دونك ثم فكره انه عرض افتتاح باش يكون من عمل جديد للتياترو من التصور بتاعي هذا بعد مانيفيستو سرور عام 2009 لا عدا قدنا ضمن برشا اعمال وليه نحكي على الاعمال اللي تعرضت في سور فاصل لا الافتتاح في 30 وانا حاير فيك و30 وانا حاير فيك مانيفيستو السرور و30 وهذا عمل جديد اسمه على هواك ايوه جديد من نص اللي كنتي انتر اوتر نص يعني نص عياد الشواشي واخراجي بتصوره عمل جديد شكلا وطابعا ومضمون ايوه شنو اللي فيه جديد اكثر ما فيه جديد كخصوصيه هو جديد عمل فيه ممثلين من تياتر سيديو طبعا ولكن اخترتهم على اساس هما موسيقيين بالدرجه الاولى يعني نرجع ترجع لغرامك بالموسيقى وغرام مش برشا ناس هو مش عارف بيركوشن مش ايضا ميسوري هو مش عارف الموسيقي مش ميوزيكتور شو اسمه تياتر ميوزيكال ولا شو اسمه ما با دي تو جمله حاجه اخرى يعني سينتر كونسيبت مدخل الاشياء هكا عن طريق الموسيقى يعني الموسيقى على شنو تدل معناها احنا في هل هو وسي اداه صبر حضاري ولا احنا وين برابور موسيقتنا وعالمنا ومشاعرنا وانسانيتنا في جويليا هذا 10 جويليا مفروض وكارتاج في 8 جويليا 18 اي كارتاج قداش عندك على كارتاج التوفيق خاطر هو سنة استفدنا من تباعد باش يكون عدد الجمهور قليل دونك هيك علاش قبلت شكرا سي توفيق على حضورك بحضنا اليوم وعلى ليشونج هذايا نتبعوا دوك على هواك هكا هو عنوان مؤقتي على هواك في الموسيقى تعبير اللي هو باللاتيني اسمه اد ليبيتوم معناتها ثم فتره في المقطوعه الموسيقيه انه المعزفين كما الجاز ولا يعزون يسرح دونك على هواك ترجمتها بالعربي على هواك ميرسي بوكو نستنيو على هواك 10 جويليا في حمامات 18 جويليا في 18 جويليا في كارتاج بوكوراج سي توفيق ونتبعوا هذيا وإن شاء الله على قريب